الحسيني ابو ضيف. الحسيني ابو ضيف اسم اعتقد ان كلنا فاكرينه، واسم عشنا معاه وعشنا مع قصته فتره طويله جدا من السنه اللي فاتت. هو صحفي بجريده الفجر، اصيب في الاحداث الاولى عند قصر الاتحاديه، ده كان يوم 6 ديسمبر. بعد كده اتنقل لمستشفى الزهراء، من مستشفى الزهراء اتنقل لمستشفى القصر العيني، كانت اصابته في الراس بالخرطوش، واطلق عليه الشهيد الحي. الشهيد الحي لانه الحقيقه كان بيصارع الوفاة، كان بيصارع انه يكمل حياته، وزي ما بقول لحضراتكم انه كان مصاب بخرطوش في الرأس. لحد النهاردة محدش رد على اي حد، ولا من اهله ولا من اصدقائه ولا من المؤسسة اللي كان بيشتغل فيه، ولا التحقيقات لسه وصلت لاي حاجة ولا لاي نتيجة. وفي الذكرى ميلاده الاولى بعد رحيله قررنا ان احنا النهاردة نتكلم عن الشهيد الحي الحسيني ابو ضيف، وهيكلمنا اكتر عن دور نقابة الصحفيين في البحث وراء التحقيقات في قضية الحسيني أبو ضيف. هيكلمنا أكتر عن الحسيني أبو ضيف النهاردة الأستاذ خالد البلش، عضو مجلس نقابة الصحفيين. أستاذ خالد صباح الخير. صباح الخير، أهلا بحضرتك معانا النهاردة. وفي البداية خليني أعرف من حضرتك، هل وصلتوا لأي حاجة في التحقيقات فيما يتعلق بقضية الحسيني أبو ضيف؟ يعني هو لغاية امبارح احنا رحنا قدمنا كنقابة، قدمنا طلب باستعجال تحقيقات، لان التحقيقات بقى لها 3 شهور، وكانت حتى اسبوعين فاتوا ما كانش فيها اي تقدم اصلا. كان تقرير طب الشرعي اللي طلع كان تقرير غير مكتمل، وكان حتى اشار فيه الطبيب الشرعي ان هو لم يستند الى تحريات النيابه، لان تحريات او اقوال الشهود لانها ما وصلتوش. كان في بعدها بعد الضغوط شديده جدا نتيجه اللي حصل قدام، نتيجه ضبطه واحضار السريع جدا في احداث الارشاد، مكتب الارشاد حصل ضغط اعلامي عالي على فكره ان في قضيه بتاع شهيد بقى لها اكتر من 3 شهور لم تتحرك في الوقت اللي بيحصل ضبط واحضار فوري في قضيه مكتب الارشاد. فليه ده ما بيحصلش في نفس القضيه الثانيه؟ القضيه بدات تتحرك قليلا، تم استدعاء بعض الناس، لكن حتى الان يعني لم نرى شيء واضح على مستوى الإعلان عن التحقيقات. النيابة بتقول إن القضية صعبة جدا. الحقيقة النيابة اللي بتحقق في القضية هي كان لها موقف محترم في أحداث الاتحادية بشكل واضح، لما تم تعذيب ناس فهي قدام الاتحادية، وتقدم فيها المستشار مصطفى خاطر بمذكرة مجلس القضاء الأعلى بأن هناك من يضغط عليه في التحقيقات. ف دلوقتي اللي احنا واصلينه امبارح رحنا قدمنا طلب استعجال تحقيقات، وقدمنا 3 حاجات امبارح. الاولانيه قدمنا 219 بلاغ تضامني من صحفيين مع اسره الحسين ابو ضيف في بلاغاتهم في القضيه، عشان نقول للنيابه ان احنا كصحفيين مهتمين جدا وعايزين نستعجل التحقيقات ديت. رقم 2 قدمنا الطلب الثاني، قلنا اذا كانت النيابه عاجزه عن التوصل للفعل المباشر لان ما حدش ارشد عنه، فهناك فاعلين محرضين، فهناك محرضين طالبنا النيابه باستدعائهم، وحددنا المحرضين بالاسماء الحقيقه في قيادات من جماعه الاخوان المسلمين اللي هم خرجوا قبل احداث الاتحاديه على التلفزيونات يدعوا الشباب للتحرك، ومنهم المهندس خيرت الشاطر، ومنهم المرشد محمد بديع، ومنهم قيادات اخرى في جماعه الاخوان المسلمين. وكمان طالبنا بحاجه ثانيه مهمه، قلنا ان قضيه الحسين ابو ضيف ليست، يعني انتوا اتهمتوا الاسامي دي بالفعل؟ طبعا بالفعل. هي كانت متهمين في البلاغ الاصلي بس احنا امبارح طالبنا، هل في اي اجراءات اتخذت معاهم يعني مثلا او حاجه، ولا يعني بالامس النيابه قالت ان هي بتحقق وان القضيه بتجري، بس ساعات بيبقى احتياجات يعني التحقيقات احتياجات سريه التحقيق ربما تكون لصالح القضيه. بس هناك طلب اخر احنا طالبنا كمان، احنا قلنا ان قضيه الحسين ابو ضيف جزء من قضيه عامه هي اسمها قضيه الاتحاديه. فقضية الاتحادية دي هناك واقعة يعني دالة جدا على ايه مين المتهم في الموضوع، وهي قضية القبض على اكثر من 45 واحد وتعذيبهم على ابواب قصر الرئاسي. واستعنا بمذكرة المستشار مصطفى خاطر لمجلس القضاء الاعلى اللي هو قال فيها ان كان السفير رفاعة الطهطاوي كان هو اللي اتصل بيه عشان يجي يقبض على الناس، واللي هو اعتبر دي واقعة احتجاز مواطنين بيحتجزوا مواطنين، والواقع وقال ان جرى تعذيب الناس ديت، وقال ان ده كان بيتم كمان تحت
وجود في ظل وجود رئيس شرطة رئاسة الجمهورية، فقلنا ان الاثنين لابد من استدعائهم كمتهمين ولابد من التحقيق معهم، وطلبنا بالتحقيق معهم بشكل اساسي لان دي احد الخيوط الرئيسية في قضية شهداء الاتحادية بشكل عام، واللي احدهم زميلنا الشهيد الحسين ابو ضيف. في حاجة ثالثة احنا قدمناها، بس انا قدمتها بشكل شخصي، ان انا كصحفي وصلني مستند منسوب لوزارة الداخلية ومنسوب للواء سامي سيدهم مساعد اول الوزير للامن في الوقت ده، بيقول بشكل واضح ان هناك جماعات مجموعات اتحركت في سيارات من مرسى مطروح بيحملوا رايات سوداء ومعاهم اسلحة نارية واسلحة بيضاء للهجوم على المتظاهرين في منطقة الاتحادية والتحرير، وبيطالب باتخاذ الاجراءات ضدهم. ف انا امبارح قدمت المستند ده للنيابه وطالبت النيابه بالتحقيق اولا في صحه المستند اللي هو مصادري اكدت ان هو صحيح بشكل حقيقي، واللي هو مكتوب عليه كان مكتوب عليه سر جدا، وقلت ان في حاله ثبوت هذا صحه هذا المستند فاحنا امام واقعه خطيره جدا ودلالتها خطيره، لان هي بتحدد من الذي كان يحمل الاسلحه بشكل اساسي ومن تم استدعائهم، وبتكشف عن واقعه التحريض بشكل اساسي في القضيه، وبتكشف ان هناك فعل مدبر ارتكب ضد المتظاهرين لدرجه ان هناك من يتحرك من مطروح حتى الاتحاديه، وكمان بتكشف عن ربما شيء اخر وهو ان هناك ربما يكون هناك تحركات اخرى من اماكن اخرى، بس ده المستند اللي انا حصلت عليه. وطالبت النيابه اولا في حاله تاكد من صدق هذا المستند ان تستدعي صاحب هذا المستند اللي هو وقع عليه اللي هو سامي سيدهم عشان للتحقيق معه، وتقول له انتوا عملتوا ايه مع الناس دي؟ وفي حاله انتوا ما عملتوش حاجه، طيب ما قدمتوش مستند يقول ان دول تحركوا طب هم وصلوا وما وصلوش؟ فانتوا ما قدمتوش، لان ده معناه انهم هؤلاء هم او هؤلاء جزء ممن ارتكب الجريمه ضد المتظاهرين وجرائم اخرى. جرائم قتل، جرائم اخرى بقى، ما هناك يعني وقائع قتل في الاتحاديه واضحه. ف احنا امام دلوقتي واقعه داله جدا، وطالبنا بالتحقيق فيها، وده كان المستند الثالث امبارح في القضيه. في جزء ثاني المحامي الاستاذ سيد فتحي قدمه، وهو طعن على تقرير طب الشرع الاولاني، وهو وطلب لجنه ثلاثيه لعمل تقرير طب الشرع. كان ايه التقرير الاولاني استاذ خالد؟ بص، التقرير الاولاني لم يحدد طريقه ارتكاب الواقعه، ولم يحدد لان الطبيب الشرعي عمله بالصفه التشريحيه، مش اولا عشان تكتمل الصوره لابد من الاستعانه باقوال الشهود اللي هم بيبقوا حاضر الواقعه، فبيبقى عارف اتجاه الضرب، وبيبقى عارف هو كان واقف فين، وبيبقى عارف فيقدر يحدد الطريقه التي اطلقت بها النيران ومصادرها، بيبقى في جزء من الحقيقه ان كل ذلك لم يصل للطبيب الشرعي، فهو عمل تقرير انه اصابه خرطوش في الراس كده يعني، الموضوع بس كده، انما ما حددش تفاصيل، ما حددش ازاي الواقعه حصلت، واللي هي على اساسها ممكن استدعاء متهمين بشكل حقيقي. ايوه. فطالبنا طالب الاستاذ سيد فتحي بعمل لجنه بانتداب لجنه ثلاثيه من الطب الشرعي ايضا لي، وارفاق ده باقوال الشهود اللي كانوا مع زميلنا الشهيد الحسين ابو ضيف لتحديد المسؤولين على الواقعه ولتحديد كيفيه ارتكاب الواقعه، وخصوصا ان هناك اتهامات وجهت بشكل واضح بان استهدف لانه التقط صور بعينها لمتهمين خلال الاتحاديه، وانه استهدف لاسباب اخرى سابقه على الموضوع ده نتيجه نشر موضوعات صحفيه تتعلق باقارب للرئيس مرسي. تم الافراج عنهم بعد وصول الرئيس بعد انتخاب الرئيس مرسي. انا مش عايزه اقارن طبعا الواقعات مختلفه، بس اكيد حضرتك تابعت امبارح بالليل زي ناس كتير جدا مننا تابعوا امبارح الانفجارات اللي حصلت في بوسطن في الماراثون في امريكا، اكيد شفت ردود الافعال. هل في اي وجه مقارنه اصلا ما بين ردود الافعال هناك وردود الافعال هنا؟ يعني تقدر تعمل لي مقارنه ما بين اللي شفته امبارح خلال ساعتين ثلاثه بقى بعد كده الناس يمكن نامت بعد كده يعني ما استكملناش، وما بين الحوادث الدمويه والمجازر اللي احنا كنا بنشوفها هنا؟ لا يعني هو في وجه مقارنه اساسا بالنسبه لي. ايه بقى؟ ان هو الرئيس اوباما قال ان هو يخرج بعد قليل، وخرج بعد حوالي نص ساعه بعد قليل يعني. فعلا يعني الحقيقه ان احنا في بورسعيد تنينا 3 ايام الاحداث، وسقط شهداء اكثر من 40 شهيد، وفي الاخر انا اعتقد لحد ما ابتديت يعني خلاص ما بتفرجش على التلفزيون، وانا يمكن لسه بس في 2 قتلى وكانوا عدد من المصابين 2 بس. وخرج الرئاسه واكدت انها تحقق، وان احنا امام ما حدث في بورسعيد، خرجت تويته بعد 3 ايام من الرئيس مرسي. ده الفرق
ده مواطنين هنا قتلوا، وهنا اكثر من 40 مواطن تم استهدافهم وبرصاص الداخليه او برصاص، يعني على الاقل المتهم الاساسي هي مؤسسه الدوله اللي انت قائم عليها والمفترض ان ترى على المواطنين. وان بعد كده خرج اعتذار باهت بعدها بفتره طويله جدا، ده مساحه رد فعل بين دول تحترم شعوبها ودول لا تضعهم في اعتبارها، او على الاقل انا مش بشكل شخصي تحرض ضده. يعني الحقيقه وقعت بورسعيد البيان الذي خرج بعدها من الرئاسه كان يشيد بالداخليه التي ارتكبت الجريمه الاساسيه في وقعه بورسعيد، بدلا ثم بدات سلسله التراجعات عندما ضغط الناس لانتزاع حقوقهم. فده فارق، ده يكشف عن الفارق الضخم بين هنا وهناك، يعني بين هناك فروق أخرى كثيرة. يعني هناك اهتمام واضح بالمواطنين بشكل مباشر ودورهم وأهمية دورهم وأننا سنحقق فورا، وهناك وقائع على الأرض في بورسعيد ظلت تم تجاهلها لفترة طويلة جدا، بل وتم التغطية عليها وحتى ضاعت الأدلة من على الأرض. يعني نحن أمام قصر الاتحادية بقى المفارقة يعني شديدة الوضوح. وأعتقد أن السرعة في مثل هذه الوقائع كمان يا أستاذ خالد يعني عامل مهم جدا. لا، السرعة معناها أنك تهتم، وعدم السرعة في التحقيق يعني أقصد وعدم السرعة بالزبط. وعدم السرعة معناها أنك متواطئ ومتهم. هي الفكرة هنا. فيما وقع في الاتحادية تحديدا، لو وقفنا أمام الاتحادية، التعذيب كان يجري على بوابة القصر الرئاسي، وبشهادة المستشار مصطفى خاطر كان يشارك فيه مسؤولين كبار داخل، يعني او على الاقل كانوا على درايه به وتركوا من يتم تعذيبهم. فهنا هم مشاركه في الجريمه. ايوه، فده الفارق، ان هناك من يشارك في جريمه تعذيب مواطنين لمجرد انهم تظاهروا ضده، وهناك من يتواطأ على قتل المواطنين امام بوابه القصر الرئاسي. نحن امام وقعه قتل متظاهرين، يعني مثل وقائع قتل المتظاهرين الذي حكم عليها الرئيس المخلوع مبارك. وانا يعني بشكل شخصي اتمنى ان يصدر ضده اقصى حكم، لكن في نفس الوقت اتمنى ان يصدر ضد من ارتكب وقائع قتل المتظاهرين احكام مشابهه، وان يحالوا للتحقيق على الاقل. وخصوصا ان الوقائع هذه المره جرت على بوابة القصر الرئاسي وتحت أعين المسؤولين داخل القصر الرئاسي، وشهد عليها يعني مستشار كبير في النيابة بمذكرة قدمت لمجلس القضاء الأعلى، وما زالت التحقيقات متعطلة لسبب أن الدولة لا تتعاون في هذه التحقيقات. هذا على الأقل ما قيل لنا بالأمس من النيابة، أن احنا بنشتغل بشكل فردي، ما حدش بيساعدنا. وقال ورغم ذلك احنا نعمل وبنعمل وربما تخرج نتائج قريبة للتحقيقات، يعني في الآخر تعبر عن الحقيقة التي جرت على الأرض. فنحن يعني المفارقات، لو شئنا مفارقات، نحن أمام ناس تحترم شعوبها، مهتمة بهم، تعرف أن هؤلاء انتخبوهم وأنهم قادرين على إقصائهم، وهناك من يحاول أن يبقى بقتل الناس وبقتل المتظاهرين ويرسي قواعد لجماعته بشكل أساسي. المفارقات لو شئنا مفارقات يعني كثيرة جدا. الحقيقة هو كان حدث بشع الحقيقة. بما أننا تكلمنا عن الرئيس السابق حسني مبارك، رأي حضرتك إيه في المحاكمة امبارح وإخلاء سبيله عن قضية قتل المتظاهرين؟ يعني سريعا، هو مش موضوع فقرتنا، بس خلينا برضو نعرف رأي حضرتك صحفي. خلينا نتكلم بمنطق إخلاء هو ما حدث امبارح وإخلاء سبيل على، لكن القضية ما زال يتم التحقيق فيها. إخلاء السبيل ناتج لأن هناك أدلة ليست كافية لم تقدم، مما وتسبب ذلك في نقض الحكم تجاه الرئيس المخلوع مبارك. تم النقض الحكم الرئيس المخلوع، نقض حكم النقض الذي قدمه، يعني طعن النقض الذي قدمه قبل. هذا يعني أن هناك سقف الحكم تم تحديده، هو السقف الحكم الماضي اللي هو القضية الماضية. ما حدث على مستوى الداخلية ربما يعطي قليلا من الأمل، أن الذي تم الطعن الذي تم قبوله هو نقض النيابة على الحكم، بما يعني أننا ربما نحاسب من جديد المتورطين في الداخلية بشكل مختلف. الذين حصلوا على البراءة ربما يحصلون على أحكام نتيجة أن قبول طعن النيابة، والذي يقول أن هناك أدلة لم تلتفت إليها، وفي هذه الحالة تقول الطعن بيقول أن هناك أدلة لم تلتفت إليها المحكمة. لكن استمرار القضية حتى هذا الوقت وأننا لم نحصل على حقوق الشهداء هي الأزمة الحقيقية. نحن كنا نتمنى في ظل حكومة يعني
جاءت بعد الثورة على الأقل تدعي أنها ثورية وتدعي أنها بنت هذه الثورة، أن يقدم قتلة الشهداء بأدلة حقيقية. هذا ما وعدونا به على الأقل. يعني الوعود كانت واضحة أننا سنقدم أدلة ستقلب القضايا وستعيد للشهداء حقوقهم. حتى الآن لم يتم تقديم أدلة. ما حدث أنه سقط شهداء جدد. أنا أعتقد أن من مصلحة النظام الحالي الآن هو عدم محاسبة النظام السابق، لأنه أو عدم الكشف عن من هم المجرمين الحقيقيون. لا، وعدم محاسبة الخطورة مش في كده، أنه من مصلحته عدم محاسبته، لأن قواعد المحاسبة التي ستجري على النظام السابق تنطبق عليه وأكثر. لأن هم نحن نحاسب على من قتل الشهداء. الشهداء قتلوا على أبواب قصر الاتحادية وما زالوا يتسقطون حتى الآن. فمعنى ذلك أننا لو حاسبت مبارك ونظامه بهذه القواعد لابد أن يحاسبوا. ففي اللحظة دي ربما يكون حكم البراءة الذي يتوقعه البعض، هم يتوقعونه لمبارك، يتوقعونه من هذا المنطلق. لأن إبراء ساحة مبارك في قضية قتل المتظاهرين تعني إبراء ساحة من قتل المتظاهرين بعد ذلك، رغم أن خصوصا أن الإدانة هنا مرتبطة بأن وقائع القتل جرت على باب، يعني عدم العلم غير وارد، بل أن هناك تحريض سبق هذا العلم، بل أن هناك من خرج وقت الاعتداء على المتظاهرين ليقول أن الاحتكام لمنطق القوة، أنتم أردتم الاحتكام لمنطق القوة من داخل. بل الأكثر أن هناك من شارك في احتجاز وتعذيب طبقا لمذكرات المستشار مصطفى خاطر من داخل القصر الرئاسي. فنحن أمام، فلذلك البعض يتوقع براءة مبارك على هذا الواقع، لأن الواقع يعني إدانة مبارك تعني إدانة نظام مرسي والرئيس مرسي وإدانته أيضا بنفس المنطق وبنفس الطريقة. طيب، كتير بيقال أو سمعنا ابتداء من امبارح أنه في كثير من النشطاء السياسيين والصحفيين وبعض الإعلاميين والثوار سيتوجهون النهاردة لقصر الاتحادية للاحتفال بميلاد الشهيد أبو ضيف في الذكرى الأولى بعد وفاته. هو الدعوة امبارح خرجت، هي يعني المفترض كانت تبقى امبارح ولكن أجلت لتكون في عيد ميلاده اليوم. الدعوة خرجت لإحياء ذكرى ميلاده في مكان استشهاده، وهو استشهد في ميدان روكسي بالقرب من قصر الاتحادية، وأطلق وطبقا للشهود القريبين منه أطلق عليه الخرطوش من الجهة الأخرى التي كان يقف فيها جماعة الإخوان أنصار الرئيس وجماعة الإخوان المسلمين، وهم سيحيون ذكرى في هذا المكان اليوم. ده بالفعل يعني هيحصل النهارده. هي دعوة من زملائي ومن أصدقائي، وأنها ستقام فعاليات إحياء ذكرى ميلادي في مكان استشهاده اليوم. فده دعوة حقيقية. جميل. رأي حضرتك إيه أستاذ خالد في الكلام اللي بيتقال على الصحفيين والإعلاميين بشكل عام؟ يعني الحقيقة دلوقتي يعني حتى ما فيش حد محدد بعينه، يعني هو بيتقال كده بشكل عام إنكم مأجورين أو إننا مأجورين أو إن الناس كلها يعني كل الإعلاميين أو كل اللي بيقولوا الحقائق وكل الصحفيين والمؤسسات والوكالات اللي دايما بتنشر الحقائق وبتكون حريصة على إنها تقدم الموضوع بشكل وافي يعني من أخبار ومن أحداث، إنهم ناس مأجورة وإنهم ناس ما بيقدموش الحقيقة. خلينا نتكلم بشكل واقع أن هذا اتهام بشكل ما يحدث، أن هذا اتهام موجه للإعلاميين دائما من الأنظمة الاستبدادية. يعني هناك عداء دائما بين أي نظام استبدادي والإعلام لسبب بسيط، لأن خصوصا إذا حاول الإعلام كشف الحقيقة، هم يريدون الإعلام دائما تابعا ويريدون الإعلام موجه. ولذلك مثلا تستمر وزارة إعلام حتى الآن رغم بعد الثورة، رغم أن أحد المطالب الرئيسية هي عدم استمرار وزارة إعلام، واستمرار وزارة إعلام هي بقاء الإعلام تحت سطوة الدولة بشكل حقيقي وتحت إدارة الدولة. من خرجوا ليتكلموا عن مواثيق شرف مهني ومواثيق صحفية وعقدوا اجتماعات لعمل مواثيق شرف مهنية، هم من خرجوا في التلفزيونات بعد ذلك وليتكلموا بأحاد جنسية مقابل الصحفيين. يعني الحقيقة أين مواثيق الشرف الإعلامي التي يجب أن تطبق على من يفعلون ذلك؟ يعني نحن في مواجهة دعوة وجهها وزير الإعلام لعمل ميثاق شرف صحفي، حضر لنا فيه الأستاذ أبو إسماعيل اللي هو هاجم حصر مدينة الإنتاج الإعلامي وهاجم الصحف وأنصاره هاجموا الصحف عشان يعملوا مواثيق شرف إعلامي للصحفيين، وكانوا يتكلمون عن أخلاقيات المهنة والشرف الإعلامي. ثم نكتشف نفس الوزير يخرج في مواجهات صحفية ليتكلم بشكل تاني خالص، ويتكلم عن أن تعالي وأنا أقول لك فين الحرية الصحفية بإحاء واضح شديد الوضوح. الكارثة أن من استضيفوا في هذا المؤتمر أيضا لعمل مواثيق شرف إعلامي أحدهم كان يتكلم عن إحدى الفنانات عن عدد من اعتلوها. فيعني هل هذه مواثيق الشرف الإعلامي اللي هم بيريدونها؟ لا، هم يريدون إخفاء مواجهة
القوى او الاعلاميين الذين يكشفون الحقائق، لان الحقائق دائما تفضح الحكومات المستبده والفاشيه، ونحن امام حكومه مستبده وفاشيه الحقيقه. الحكومات التي تقتل مواطنيها هي حكومات فاشيه. الحاصل ان حتى بهذا بالمنطق هو يواجه مجموعه بسيطه جدا او عدد محدود جدا من الفضائيات لمجرد انها هي مؤثرة وتأثيرها يصل للناس، ودون أن يدري أنها مؤثرة لأنها تنقل أوجاع الناس. يعني لو هي بتنقل كذا، هي تنقل ما يجري في على الأرض. المشاهد هيبعد عنها. هو الحقيقة لديه جيش من الصحف، ولديه يعني ومسيطر على وسائل إعلام الدولة، والتي أرى في بعض منها محاولة للتخلص من هذه السطوة، ولكن هو مسيطر على ومسيطر، ولديه قناة فضائية عربية اسمها الجزيرة هو يسيطر عليها بشكل، وخرجت إشاعات لأنه إخلاء أدوار لكي تدخل في مسبيره، ولديه أيضا قنوات دينية متعددة، ولديه يعني لديه جيش إعلامي عرمرم. إذا كان هؤلاء يقولون الكذب فقولوا الحقيقة وأثروا في الناس. هو يواجه فشله الإعلامي الحقيقة بمواجهة من يكشفون حقيقته ومن يكشفون الواقع على الأرض ومن يؤثرون في الناس لأنهم قريبين من الناس. يعني الحقيقة لو هم بيكذبوا الناس خلاص كانوا هينصرفوا عنه. لماذا يتجمع الناس حول عدد محدود جدا من الفضائيات أو عدد محدود جدا من الصحف، رغم أنك تمتلك كل الصحف القومية وحاولت تأميمها في الفترة الماضية من خلال رؤساء التحرير؟ هم يتوجهون لأن هناك أزمة. الأفضل أن تتعامل مع الأزمة، الأفضل أن تحاول حل الأزمة، لا أن تحمل الأطراف التي تكشف الحقائق أزماتك. الأفضل أن ترى نفسك في مراية ميثاق الشرف الإعلامي الذي تدعو إليه. الحقيقة لو طبقنا ميثاق الشرف الإعلامي على وقعة الوزير خلال يومين الماضيين، يبقى هو اللي يجب أن يتعرض لمحاكمة بتهمة التحرش. يعني فالحقيقة لو ضبطنا معايير، لو أعطينا لأصحاب المهنة حق تطوير أنفسهم وحق محاسبة أنفسهم، لو أطلقنا حريتهم أولا، حريتهم الإعلامية، ثانيا حريتهم في محاسبة أنفسهم ومحاسبة الخارجين منهم، الحقيقة لابد أن يكون هناك تجاوزات في أي عمل إنساني. ولكن ضبط هذه التجاوزات يكون من خلال المهنة نفسها ومن تفعيل دور المهنة في ضبط التجاوزات، لأن مصلحة المهنة في ضبط تجاوزاتها هي مصلحة بقائها ومصلحة استمرارها. أكيد لو أطلقنا هذه المعايير الحقيقة الأوضاع ستتغير. الأخطر لو حللت المشاكل، لو واجهت مشاكلك الحقيقية، لن تكون مضطرا لمحاصرة إعلام وكبت إعلامي. أكيد. الكاتب الصحفي الأستاذ خالد البلش، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أنا بشكر حضرتك يا فندم على وجودك معنا النهاردة، وأعتقد أنه حال الشهيد الحي الحسيني أبو ضيف هو حال كثير من المصريين، هو حال كثير من الشهداء اللي ذهبوا وكلنا ما نعرفش مين اللي قتلهم، حقهم فين، حقهم راجع امتى. كل اللي نقدر نقوله ونأكده أنه إن شاء الله أكيد ربنا هيرحمهم، ربنا يصبر أهاليهم، وأكيد أصحابهم وزمايلهم وولادهم وأهاليهم مش هيسيبوا حقهم، وإن شاء الله حقهم يرجع، لأن أعتقد أن هم دفعوا أغلى حاجة في الدنيا وهي أرواحهم علشان نقدر في يوم من الأيام نعيش بشكل حر وبشكل شريف. أشكركم ويا رب دايما نشوفكم على خير.